السلام عليكم. دلوقتي نشوف ازاي هنرسم فلور بلان لمبنى على البناوي فيزيو. بتروس خالص فايل واقول له نيو، وبعد كده هاجي هنا اقول له فلور بلانس، وتقدر تختار الشكل الاقرب ليك. مش لازم يكون مثلا تعمل غرفه او حاجه، يعني مش لازم هو شكلها هيك كده، لا. بس هو بيقول لك المنتج النهائي هيبقى قريب من دوت. لا ده انا عايزها بالشكل ده، حاجه 3 دي. لا ده انا عايزها بالشكل ده. الفكره كلها ان هو هيديك العناصر اللي تبدا تسحبها وتحطها وتوصل بينهم وبين بعض. ولكن مثلا خلينا نعمل ايه، اوفيس لاي اوت. هيقول لي انت هتبدا جديد فاضي وتبدا تحط اللي انت عايزه. اقول له اوكي، هيبدا يفتح لي فاضي خالص. طب انا عايز اعمل ايه؟ اول حاجه عايز احدد الروم، دي مساحه الروم اللي عندي. تقدر تكبر وتصغر فيها زي ما انت عايز بالشكل ده. يعني تقدر تضيف حيطه معينه بالشكل ده، وتقدر تسحبها مثلا للنص هنا. مثلا عايز تحط دور، تبدا تسحب وتحط الدور زي ما انت عايز بالشكل دوت. عايز تقول له انا عايز اعمل روم جديدة، عايز دور مثلا بالشكل دوت. طيب اقدر اسحب كده بالشكل دوت اهو. طيب او ممكن اقول له مثلا انا عايز احدد سبيس معينة، دي مثلا في هنا اوفيس بالشكل دوت. دي الابعاد بتاعت الغرفه، هتكتب مثلا ابعاد الغرفه دي كام في كام. طيب خلينا نسحب كده. انت تكتب لك الابعاد بتاعت الغرفه. عايز تعمل كول اوت لاي حاجه، لاي عنصر، عشان تبدا تكتب الحاجه اللي انت عايزها.